ولا بأس أيضا أن أذكر على أن هناك ملتقى للجماهير، هناك بطولة تنظم بمدينة الدار البيضاء بين الجماهير، وتم اختيار الأسبوع القادم أو يوم السبت القادم 13 من هذا الشهر كنهاية لمباراة بين الجماهير، سواء بين فريقي رجاء البيضاوي وفريق الوداد الرياضي، بحضور الحكم من كندا وأيضا حضور الحكم المغربي العرجون كضيف شرف وآخر حاضر ضمن هذا الملتقى. جميل أن نشاهد مثل هذه المبادرات من بعض الشباب المغربي الذي يتابع تفاصيل كرة القدم المغربية، وجميل أن نشاهد جماهير تتآخى وتصنع لنفسها دوري مصغر وتلعب كرة القدم التي يعشقها كل عاشق، كل مشجع، كل محب، كل مناصر. إذن الجماهير تتخلى عن فن الله تتشجيع وتدخل لأرضية الملعب الأخرى للمتابعة. مبادرة طيبة من جماهير الوداد والرجاء لمدينة الدار.